بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به. وقوله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبأسا شديدا من لدنه أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما، ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولهذا قال هنا إن يقولون إلا كذبا، أي كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه، ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي،
فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال: فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس له فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمن عداهم من باب أولى وأحرى. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منهم بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتأنا ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا، ثم ذكر قصتهم مجملة وفصلها بعد ذلك فقال:
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية أي الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف أي أنمناهم سنين عددا، وهي 300 سنة وتسع سنين. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم أي من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم كما قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. إنهم فتية آمنوا بربهم، وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة، آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها أي من سائر المخلوقات. لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا أي إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، شططا أي ميلا عظيما عن الحق وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم، فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا فيه. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة. ولهذا قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبه تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها وهم في فجوة منه أي من الكهف أي مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي الباب أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى: وكذلك بعثناهم، أي من نومهم الطويل، ليتساءلوا بينهم، أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي بالدراهم التي كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا يفلحون أبدا، بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك، لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها، ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتكة في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله، ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين والمتقدمين والمتأخرين، لقولهم: ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما وأمرهم بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين،
وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا، الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم وهم الذين لهم الأمر لنتخذن عليهم مسجدا، أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به من أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال، منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهما، ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا والله أعلم الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته ولا يحصل بمعرفة عدده مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، فلا تماري أي تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا، أي مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفت فيهم أي في شأن أهل الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا النهي كغيره وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في أموره المستقبلة إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا وهل يكون أم لا، وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور.
لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. ولما كان العبد بشرا لابد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله ويذكر العبد ما سهى عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. وقوله أبصر به وأسمع تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. ولهذا قال ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي، أي هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق إلا من الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. التلاوة هي الاتباع، أي اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المعبود المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله،
فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، واتبع هواه أي صار تبعا لهواه، حيثما اشتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكان أمره فرطا. وكان أمره أي مصالح دينه ودنياه فرطا، أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به، ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي قل للناس يا محمد: هذا الحق من ربكم، أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله، فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وليس في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى ما آل الفريقين فقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين بالكفر والفسوق والعصيان نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها المحيط بها، فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن يستغيثوا أي يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد، يغاثوا بماء كالمهل أي كالرصاص المذاب،
أو كعكر الزيت من شدة حرارته. يشوي الوجوه أي فكيف بالأمعاء والبطون، كما قال الله تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. بئس الشراب الذي يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب، فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم. وساءت النار مرتفقا، وهذا ذم لحالة النار أنها ساءت المحل الذي يرتفق به، فإنه ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة وهم فيه مبلسون، قد أيسوا من كل خير ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. ثم ذكر الفريق الثاني فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإحسان العمل أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله، فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين ويوفيه من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. وذكر أجرهم بقوله: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أي أولئك الموصفون بالإيمان والعمل الصالح لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها، وكثرت أنهارها فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتهم فيها الذهب، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس وهو الغليظ من الديباج، والاستبرق وهو ما رق منه، متكئين فيها على الأرائك وهي السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة، فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب، وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، فهذه الدار الجليلة نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب للعاملين وحسنت مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه 2000 سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه. فنسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد في الأحاديث الصحيحة، لأنه أطلقها في قوله يحلون، وكذلك الحرير ونحوه. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب الآجل والعاجل والثواب، ليعتبروا بحالهما ويتعظوا بما حصل عليهما. وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين من أعناب، وحففناهما بنخل أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصا أشرف الأشجار
العنب والنخل، فالعنب في وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا، فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت أكلها، أي ثمرها وزرعها، ضعفين، أي متضاعفا، وأنها لم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع ذلك فالأنهار في جوانبهما سارحة كثيرة غزيرة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له، أي لذلك الرجل، ثمر، أي عظيم، كما يفيده التنكير، أي قد استكملت جنتاه ثمارهما وارجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل بهما وتبجح وافتخر ونسي آخرته. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أي فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران، أي يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة، مفتخرا عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته فقال: ما أظن أن تبيد، أي تنقطع وتضمحل هذه أبدا، فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها وأنكر البعث، فقال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، على ضرب المثل، لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ليعطيني خيرا من هاتين الجنتين. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة؟ بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب، والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء بدليل قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أي قال له صاحبه المؤمن ناصحا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعم ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد نعمتك وتزعم أنه لا يبعثك وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟ هذا مما لا ينبغي ولا يليق، ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لكنه الله ربي
ولا أشرك بربي أحدا، فأقر بربوبيته لربه وانفراده فيها، والتزم طاعته وعبادته، وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال. فقال: إن ترني أنا قل منك مالا وولدا، أي قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا، فإنما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنتك التي طغيت بها وغرتك، حسبانا من السماء، أي عذابا بمطر عظيم أو غيره، فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا، أي قد اقتلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها الذي مادتها منه غورا، أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا، أي غائرا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه لكونها غرته وأطغته، واطمأن إليها لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره، فاستجاب الله دعاءه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فأحيط بثمره، أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثمارها وزرعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض، وندم أيضا على شركه وشره، ولهذا قال: وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أي لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فلم يدفعوا عنه من هذا العذاب شيئا، أشد ما كان إليهم حاجة، وما كان بنفسه منتصرا. وكيف ينتصر؟ أي كيف يكون له أنصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك، تبين وتوضح أن الولاية لله الحق، فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا، فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات، ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومصديها، وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه، لقوله:
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الإرشاد إلى التسلي على لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين على طاعة الله، كما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم، فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي عاقبة ومآلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا، اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج، فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح، فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، أي ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان، نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون، ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة فقال: ويوم نسير الجبال، أي يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبة، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منثورا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا، ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده، فها قد رأيتموه وذقتموه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام، فتطير لها القلوب وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم محصن عليهم أقوالهم وأفعالهم قالوا: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره ولا يظلم ربك أحدا، فحينئذ يجازون بها ويقررون بها ويخزون، ويحق عليهم العذاب، ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل هم غير خارجين عن عدله وفضله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله، فامتثلوا ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال: أأسجد لمن خلقت طينا، وقال: أنا خير منه، فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم، فكيف تتخذونه وذريته أي الشياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟
بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى. ولهذا قال: وما كنتم متخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين الله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد، وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. وجعلنا بينهم، أي بين المشركين وشركائهم، موبقا، أي مهلكا يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم وكفرهم بهم وتبريهم منهم، كما قال الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. ولهذا قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر،
ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وإبطاله، واستهزأوا برسول الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه، ونسي ما قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب. فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالما فإنه أخف ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك. ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة، أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعتها، فليس في إمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانهم وقرا، أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق الحق حقا فتركوه، وطريق الضلال ضلالا فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخر عنها مدة طويلة. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم ولا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهذه سنته في الأولين والآخرين، ألا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه. ولهذا قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه، أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبا، أي مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه.
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغا أي هو وفتاه مجمع البحرين نسيا حوتهما، وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا. وهذا من الآيات. قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد مس التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه، وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوز غايتهما وجد مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوان الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لأنه السبب في ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول وكان عند موسى